بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يسدي السيد الرئيس عبد المجيد التبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسام برتبة صدر من مصف الاستحقاق الوطني للسيد نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي المجاهد أحمد قايد صالح. تقديراً وعرفاناً لمسيرته الحافلة بالمآثر، جاهد بإخلاص في ثورة التحرير المباركة، وساهم بصدق وبعد نظر في تحديث جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، وتنويهم بعمله الجبار في صون سيادتنا الترابية ووحدة شعبنا وتأمين وحماية الدولة ومؤسساتها ومرافقته للشعب في انتفاضاته المباركة بسلمية ومسؤولية. Thank you.